مساء الخير عليكم أعزائي المشاهدين، تحياتي ليكم ولقاء متجدد والفقرة الثانية من برنامجكم نحو الهدف. مصر بتمر الفترة الأخيرة بعدة استحقاقات هامة جدا جدا في الحياة السياسية، كان آخرها مجلس الشيوخ 2020، والمرحلة القادمة والفترة بعد أيام قليلة هنخش على المرحلة الأولى من مجلس نواب 2020. عشان كده يسعدني ويشرفني يكون معايا ضيفي الكريم مرشح لمجلس نواب 2020، وهو ليه برنامج انتخابي غير تقليدي مختلف تماما عن اللي احنا تعودنا عليه في البرامج الانتخابيه. ليه رؤيه مصريه وعصريه. يسعدني ويشرفني يكون معايا الدكتور المهندس حافظ فؤاد، مرشح عن دايره نزهه التجمع الاول والقطاميه والشروق ومدينه بدر. اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم، نورتنا واسعدتنا. اهلا بحضرتك. اهلا بيك. احنا قبل الاول ما نتكلم مع حضرتك في حاجه، احنا بس فريق الاعداد عامل حضرتك مفاجاه هنعرضها دلوقتي على حضرتك حالا وبعدين نرجع تاني. ابقوا معنا. الدكتور مهندس حافظ فؤاد عبد الرحمن عمل بوزارة البحث العلمي والتكنولوجيا منذ عام 1994، زميل كلية الدفاع الوطني، أكاديمية ناصر العسكرية العليا، خبير استراتيجي وأمن قومي، محكم دولي، مستثمر، رائد أعمال. هدفنا هو تمكين المواطن، تمكين كل مواطن من الصناعة والإنتاج والعلم والثقافة، تكثيف حجم الأعمال على أرض مصر، رفع كفاءة وحيوية المجتمع. مصر دولة صناعية إنتاجية كبرى خلال 5 سنوات. الدائرة السابعة، التجمع الخامس، النزهة، التجمع الأول، القطامية، الشروق، بدر. مصر دولة الصناعة، الإنتاج، العلم، الثقافة. رقم 6، رمز الفيل. ايه رايك حضرتك في المفاجاه اللي اتعملت ان السيره الذاتيه لحضرتك فريق الاعداد اجتهد ان هو يعمل السيره الذاتيه الكامله بالبرنامج لحضرتك؟ ايه راي حضرتك في المفاجاه؟ هي فكره ممتازه جدا ويعني فيها احتراف عالي، وانا بشكر فريق العمل على القدره الرائعه في الاعداد. تمام، وان شاء الله اكون جدير باختيار المواطن في الانتخابات. اكيد ان شاء الله بالتوفيق يا فندم. انا في البدايه بس عايزه اسال حضرتك، ماذا يريد المواطن البسيط من مجلس النواب في المرحلة الجديدة؟ المجلس القادم إن شاء الله هيبقى فيه أهم نقطة عنده، هو يعني هو هيكون مجلس اقتصادي بالدرجة الأولى، فهتبقى أهم نقطة في المجلس القادم هي عبارة عن تكثيف حجم الأعمال على أرض مصر. طيب. يعني خلال ال6 سنوات السابقة مصر ما شاء الله يعني تفوقت على نفسها وعملت بنية تحتية رائعة جدا تحت قيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعملت بنية رائعة متميزة في كافة أنحاء مصر، سواء على محور قناة السويس أو في يعني أو محور العالمين أو في منطقة شمال غرب خليج السويس أو في الصعيد، فما شاء الله في انتشار هائل في البنية التحتية في مصر. فيبقى الخطوة اللي جاية هي تعظيم الفايدة من البنية التحتية التي تمت في مصر خلال ال6 سنوات السابقة، وتعظيم الفايدة يأتي من تكثيف حجم الأعمال الصناعية والإنتاجية على أرض مصر. فهيبقى احتياج المواطن من المجلس القادم هو تكثيف حجم الأعمال. يعني إيه تكثيف حجم الأعمال؟ يعني زيادة النشاط التجاري، النشاط الصناعي، النشاط الزراعي، وده هيبقى محتاج فيه آليات كتير يعني جديدة غير تقليدية، وهيكون من أهمها تأهيل المواطن وتعليمه وتثقيفه في الصناعة والزراعة، وإزاي يعمل تكنولوجيا حديثة، وإزاي يواكب العالم في الستيت اوف ذا ارت اللي هي يعني أحدث التكنولوجيات الموجودة. فهيبقى محتاج إن تبقى فيه شركات كتير، في مصانع كتير، معناه إنتاج وفير، معناه فرص عمل جيدة، معناه مستوى المرتبات مرتفع، معناه يبقى في تصدير، يبقى في وارد، يبقى في واردات من العملة الصعبة عالي، معناه ان يبقى في الاستيراد أقل، معناه استعمال العملة الصعبة أقل، وبالتالي ده هينعكس في الآخر على الميزان التجاري للدولة، وهينعكس على الاحتياط النقدي هيزيد بشكل متسارع طول ما الانتاج المحلي بيزيد وبجودة عالية يصل إلى مستوى التصدير. تمام.
ويبقى جيد بالنسبه للاستهلاك المحلي، يبقى في استغناء من المواطن المصري عن المنتج الاجنبي. وهنا عايزين نقول الثقافه اللي جايه، يعني دور الاعلام يعمل عمليه تعصب شديد للمنتج المحلي المصري. يبقى المواطن المصري متمسك قوي انه يشتري المنتج المحلي، ولان ده هيخليه يستغنى عن الاستيراد. اذا الاستيراد يقل جدا في اضيق الحدود اللي هو ما نعجز عن تصنيعه داخل مصر، نقدر ان احنا نصنعه، يعني هنزود التصنيع المحلي بشكل كبير، فيبقى الاستغناء عن الاستيراد في اضيق الحدود، وده هيوفر معانا عمله صعبه. هنلاقي ان في تسارع في الاحتياط النقدي يزيد، ممكن يزيد في الـ5 سنين القادمه من 46 مليار دولار اللي هو الحد اللي يعتبر ثابت بقاله سنه، لغايه ممكن يوصل الى اكثر من 200 مليار دولار خلال الفتره القادمه. فهتبقى المطلب الاول للمواطن المصري هو تكثيف حجم الاعمال الصناعيه الانتاجيه الزراعيه على ارض مصر. فده هيبقى دور مجلس النواب القادم، هو ابتكار اليات جديده ازاي يكثف العمل المحلي، ازاي يستفيد من طاقه المواطن، ازاي يوظف المواطن. ودي هتحتاج ان هو هيهتم بالمواطن، التأهيل والتدريب والتثقيف على الانتاج وعلى ادوات التصنيع وازاي يبقى ماهر. وده هيبقى فيه آلية تحفيز عالية جدا من الدولة للمواطن، وبين قابل بالتمويل. لازم في آليات تمويل جديدة غير تقليدية، يعني غير البنوك، لان البنوك بتحكمها قواعد الائتمان وده قانون. انما عايزين الدولة تعمل صندوق جديد يمول المشروعات من الصفر، يمول مشروع مش يمول البنك. دايما في مصر بينو يعني التمويل لانسان لفرد، عشان كده بسميه ائتمان مؤتمن. احنا عايزين نعمل فكره جديده خارج الصندوق، هو تمويل مشروع، انا بحكم المشروع، فاذا فشل المواطن في اداره المشروع الدوله تمتلك هذا المشروع وهي بتديره، ممكن تبيعه بعد كده، فيبقى هي هتمول مشروع. فده يبقى في شرط وحيد، جوده المشروع، ما فيش اي، حتى لو المواطن سوري في السجن، لكن قدم مشروع ناجح يبقى يدخل شريك مع الدوله، ويبقى الداخليه هترخص له ازاي يدير مشروع، هيوكل حد. يبقى هنا انا بمول مشروع فقط، في منتج بموله بغض النظر صاحبه بره مصر جوه مصر محكوم عليه بفكره مشروع، فده هيكثف عدد المشروعات على ارض مصر. يبقى هنا هيبقى في هو ده الفرق بين دوله ناميه ودوله متقدمه. ايه الفرق بين مثلا المانيا ومصر؟ ان حجم الاعمال كتير، يعني اكثر بكثير كما ونوعا على ارض المانيا، لكن في مصر اعمال تقليديه، العمل قليل، قوه الانتاج اصلا ضعيفه في مصر، يعني الناتج من الشعب المصري اقل من قوه الانتاج اللي تصل. مع اني مع حضرتك مع اني القوه البشريه او الطاقه البشريه كتير اكبر بكثير من المانيا، يعني عندنا قوه وطاقه بشريه كبيره جدا جدا، لكن مش مستغله للاسف. بالفعل مصر تعتبر دولة شابة، لأن 65% من شعبها هو قوة الإنتاج اللي هو بيبدأ من سن 18 سنة لغاية سن 65 سنة، فعندنا دي قوة الإنتاج تصل إلى أكثر من 70 مليون مواطن. ففعلا ضعف الإنتاجية هو تاني مطلب للمواطن المصري من مجلس النواب. يبقى المطلب التاني هو ازاي مجلس النواب يعالج اهم واخطر مشكله في مصر، وهي ضعف الانتاجيه للشعب المصري. ضعف الانتاجيه معناه ان الناتج لا يساوي الخرج من 65 مليون او 70 مليون مواطن. فهنا لازم نحط علاج ازاي يعتبر الناتج اللي احنا بنشوفه في مصر يعني يساوي جهد 5 مليون مواطن، بينما اللي موجود 65، يبقى في 60 مليون مواطن احنا لا نشعر بالانتاج منه. اكيد دكتور، اساس برنامج حضرتك فكره التمكين، عايزين نسال حضرتك يعني ايه كلمه تمكين للمشاهد البسيط يعرف ده اساس برنامج حضرتك الانتخابي، فعايزين نعرفه للساده المشاهدين والمشاهد البسيط يعرف يعني ايه تمكين. انا متبني شعار تمكين المواطن. تمام. وده مصطلح بيبقى معناه يعني منح الإمكانية للمواطن للعمل والإنتاج. وعشان أنفذ هذا الشعار عبارة عن تمكين المواطن المصري، تمام، فأنا عملت خطة استراتيجية، تمام، اسمها استراتيجية الدفعة القوية
والتمويل الكثيف. الدفعة القوية للمواطن بالتحفيز والتأهيل والتدريب، ثم قابل هذا الجهد بالتمويل. لازم في آليات للتمويل جديدة تبقى غير تقليدية، لأن طبعا البنوك بتبقى لها قواعد أكيد. ولها لوائح ما بتحكمها، عبارة عن لوائح الائتمان. لكن احنا عايزين نمول، يعني عايزين نمول كل مشروع ممكن يدي انتاج. فهنا انا مؤلف اليات جديده من خلال استراتيجيه الدفع القويه والتمويل الكثيف، اللي هي تحقق تمكين المواطن المصري من الصناعه والانتاج والعلم والثقافه. يعني حضرتك في برنامج حضرتك الانتخابي عندك خطه ومجهز بيها الآليات اللي هتستخدمها يعني لتحقيق هذا التمكين خلال 5 سنوات من تمكين المواطن في كل المجالات، في كل الأماكن في مصر وفي كل الفئات. لابد نصل إن مصر فيها مشروعات في كل مكان، وخصوصا إن بعد البنية الأساسية اللي تمت في مصر خلال 6 سنوات السابقة، فلتعظيم الفايدة من البنية الأساسية، يبقى لازم كل مواطن في مصر يشتغل. كل مواطن يشتغل على حسب مستواه، من أول الهاي يعني من أول الهاي تكنولوجي، المهندسين وخريج كليات العلوم، لأن هم دول عناصر التقدم. كليات الهندسة والعلوم والحاسبات هي دي قائد التقدم في أي دولة، لغاية آخر فني وآخر عنصر ممكن يعمل أدوات مساعدة ويمكن ويعمل العناصر المغذية في الصناعة. فلابد من التمكين إن كل مواطن ياخد التدريب اللي هو محتاجه عشان يبدأ يشتغل، وبعدين نقابله بالتمويل المناسب، ويبقى سهل جدا كل مواطن يقدر ياخد تمويل على قد المشروع اللي هو مقدمه، ويفضل ان يبقى مشروع بالشراكة، ويبقى تبع صندوق قومي موجود تبع الرئاسة. طب يا فندم، يعني فكرة حضرتك زي صندوق تحيا مصر مثلا هو اللي ممكن يمول هذه الفكرة؟ فعلا، يعني انا بقترح انشاء صندوق للتمويل، وده يبقى عبارة عن شركة مساهمة مصرية وفيها اسهم، ممكن كل مصري داخل مصر او خارج مصر ياخد اسهم في هذا الصندوق، ويبقى بيزنس، بحيث هو مش هيبقى تبرع، لا يبقى بيزنس، يبقى ممكن يبعت حجم اموال اعلى، بحيث يبقى الصندوق ده ضخم جدا، ممكن يوصل الى 1000 مليار جنيه، وده يبقى صندوق خاص بتمويل الصناعه والتكنولوجيا والانتاج الزراعي. يبقى كل ما هو مشروع انتاجي ياخد تمويل، هتبقى شروطه سهله جدا، نجاح المشروع، تقييم المشروع، حتى لو المتقدم داخل مصر، خارج مصر، في السجن، في اي مكان، لكن هو مقدم مشروع. فاحنا مصر يبقى الصندوق بيدخل شريك في هذا المشروع، يعني هيتاح لكل الفئات، حتى لو مسجون حضرتك بتقول، يعني كل الفئات اللي في المجتمع طاقة موجودة هيشتغل. ده مواطن عنده طاقة، هو مذنب وبياخد جزاءه، لكن هو ممكن يقدم مشروع، بعد ما ياخد اذن من الداخلية بيوكل اي شريك ليه يدير، بس المهم ان هو يبقى جدول مشروع. تمام. يبقى هو، لكن البنوك بيبقى لها تقييمات تانية، يعني عبارة عن لوائح البنوك بتأيد كتير التمويل طبعا. لكن احنا عايزين يبقى التمويل للمشروع فقط، انا بقيم مشروع. ليه؟ لان مصر داخله شريك فيه من خلال هذا الصندوق. تمام يا فندم. عايز حضرتك كمان، غير التمكين، اولويات حضرتك في البرنامج الخطه حضرتك غير التمكين، ايه اهم الاولويات تاني؟ يعني أنا عندي أهم أولوية، لازم على مجلس النواب المرتقب يعالج أكبر وأخطر مشكلة في مصر، وهي ضعف الإنتاجية للشعب المصري. تمام. يعني عندنا قدرة الإنتاج في مصر تصل إلى 70 مليون نسمة، لكن الإنتاج اللي بيطلع لا يتعدى 5 مليون نسمة. صحيح. ليه؟ الجهد ضعيف، التنظيم ضعيف، اللوائح معطلة، التمويل له صعوبات. تمام. لازم مجلس النواب يبحث، يعني بعد الإعجازات اللي حصلت من بنية تحتية وحلول مشاكل أمنية وحلول مشاكل اجتماعية خطيرة جدا، اللي هي الأماكن العشوائية الخطرة، يعني جهد فائق تم في مصر خلال 6 سنوات السابقة. فالمرحلة اللي جاية في الأولوية رقم زيرو، يعني قبل 1، رقم زيرو علاج مشكلة ضعف الإنتاجية للشعب المصري. إزاي عندي قدرة العمل 70 مليون بني آدم، وأنا الخارج يعني بيعادل 5 مليون إنسان فقط لا غير. ما أنا أقول حضرتك أكيد في معوقات كتير بتعيق هذا
يعني بتعيق الناس عشان يقدروا ينتجوا في معوقات. فالدور على مجلس النواب يذلل هذه العقبات. اعتقد يعني في معوقات بيروقراطيه هي عباره عن ثقافه الانتاج وتعليم ادوات الانتاج. هم يعني هم اتنين عائق اللي واقف ضد كثافه الانتاج في مصر وتعظيم الانتاجيه من الشعب المصري، اللي هي انعدام الاهتمام بالتعليم في للانتاج، اللي هو يبقى التعليم الموجه، اللي هو يبقى التعليم الفني، ويبقى حتى المواطن اللي يعني عنده قدره على الانتاج ابتداء من سن 16 سنه ابدا اعلمه واهله، خلص اعداديه داخل التعليم الموجه او المتخصص او الفني او التكنولوجي، وهو بيدرس هو في دراسته عادي. لازم يشتغل، يبقى في دراسه عباره عن 3 ايام فقط، ويبقى عنده كمان 3 ايام شغل وانتاج ويكسب. خلاص انا عامله كراجل، هو بلغ 16 سنه، طلع بطاقه، يشعر ان هو له مكانته، يبقى يعامل خلاص كفرد لازم يعتمد عليه ولازم يكسب ويبقى. اعتقد يعني المانيا فيها هذه التجربه. عندهم طبعا، اعتقد المانيا فيها التجربه. يعني المعجزه الالمانيه خرجت من الحرب العالميه الثانيه تحت الصفر، مدمره تماما، وقامت المانيا على النساء والاطفال، كانوا خارجين خاسرين 5.5 مليون شاب. صحيح. في الحرب العالميه الثانيه، وغير ديون الحرب اللي استمرت اكثر من 20 سنه. تمام. لكن من النهارده هي يعني يعتبر عصب الاقتصاد الاوروبي. السبب ايه؟ ان كل مواطن لازم يستفيد من طاقته. صحيح. والدوله في ظهره، الدوله. صحيح. بتموله. ضعف الإنتاجية للشعب المصري هو سببها حاجتين: عدم تأهيل المواطن بشكل مكثف، يعني حرفيا عندنا الإعلام في مصر مفيش أي حاجة، مفيش أي برامج تثقيفية بتدعم سلوك المواطن، بتدعم فكر المواطن. يعني احنا يعني أنا أيامي كان في برامج ندوة الرأي بتاع حلمي البولوك، العلم والإيمان، شيخ الشعراوي، برامج سلوكيات بتاع ملك اسماعيل، كان انا عديتهم، كان اكثر من 30 برنامج على مدار الاسبوع. طيب. بيدي فرصه، وفي لقاءات في الشارع مع كذا مذيع بيناقش الجمهور في مشاكل. فالنهارده التلفزيون المحتوى الاعلامي ضعيف جدا، يعني مش هيقدر ان هو يقوم ثقافه العمل. يعني هو يعني هو اعلام ثقافي ترفيهي جميل جدا، لكن مش مفيد في من ناحيه ان اعظم الانتاجيه من الشعب المصري، ان كل شاب بلغ 16 سنه لازم يدخل في حيز الانتاج، يبدا ينتج، بحيث وصل 18 سنه سن العمل الرسمي يبدا ينتج ويطلع فلوس. دي يعني يا فندم دي ثقافه، يعني ثقافه الشعب المصري اتربى عليها، وهي ان كل واحد عنده ابن او بنت عايزه دكتور يا مهندس يا ضابط يا يعني، وبيأهله لهذا فقط، يعني ما عندهوش ان هو ممكن يأهله مع الدراسه ان هو ممكن يوصل لده فعلا، ولكن يبقى زي ما حضرتك بتقول كده في مهنه يتعلمها او شيء حرفي ممكن يتعلمه جنب هذه الدراسه. اعتقد ده مهم. يعني فعلا الفتره اللي جايه لازم يبقى في تأهيل للمواطن، ويبقى التعليم ممكن يكتفي فقط باللي هو 3 ايام تعليم. هي تعتبر مهنة الطب هي فقط اللي محتاجة تفرع كامل، وده في مصلحة الوطن طبعاً، عشان ده بيعالج يعني يعني حياة المواطن بين ايديه. لكن باقي المهن يعني ممكن يتعلم 3 ايام فقط. انا يعني كنت في كلية هندسة كان عندي ممكن يومين اجازة، فلازم الواحد يتعلم ازاي ينتج، ازاي يجيب فلوس، ابتداء يعني خلص ثانويه عامه دخل جامعه يبدا يعني. فهنا الثقافه العامه لازم تكون ثقافه الانتاج.